بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا بكم يا معشر الإخوة والأخوات، أشارك معكم في هذه اللحظات بعض النقاط عن شهر رمضان المبارك. النقطة الأولى: لما كانت الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم أخبر الصحابة بقوله: رغم أنفه. فكلما صعد النبي صلوات الله وسلامه عليه درجة واحدة من درجات المنبر قال رغم أنفه. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. فلما انتهى من الخطبة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رغم أنفه؟ رغم أنفه، رغم أنفه. فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه قال: جاءني جبريل فقال: قل آمين، قل رغم أنفه. قال: قلت آمين، رغم أنفه. قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: آمين، رغم أنفه. هذه في الدرجة الأولى. ثم في الدرجة الثانية قال صلوات الله وسلامه عليه: من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة فهذا رغم أنفه أيضا. وقال في الدرجة الثالثة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فمن ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه عنده ولم يصلي عليه فقد رغم أنفه. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر الصحابة، قال لهم: أظلكم شهر مبارك، هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، هو شهر المواساة، فشاركوا فيه الفقراء والمساكين. في هذا الشهر يزداد الرزق من الله سبحانه وتعالى، فلا تنقصوا رزقكم بكثرة الذنوب. اجعلوا هذا رمضان نقطة انطلاقة لنا لكي نغير من حياتنا. اختر من حياتك ثلاثة أشياء تريد أن تغيرها، واعتمد ذلك واستمر عليه حتى رمضان القادم، وانظر هل تغير حالك بعد رمضان عما كان حالك قبل رمضان. فإذا كان حالك ما قبل رمضان كما هو بعد رمضان فما استفدنا من رمضان شيئا. لكن إن كان حالنا بعد رمضان قد اختلف حتى رمضان القادم فنحن في خير، ونحن قد اكتسبنا الفائدة العظيمة من هذا الشهر العظيم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: شهر رمضان أوسطه رحمة، شهر رمضان أوله رحمة، فاغتنموا الرحمة في هذه الأيام الأوائل. ثم بعد ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: وأوسطه مغفرة. ففي العشر الثاني من رمضان نكثر فيها من الدعاء والاستغفار لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وآخره عتق من النار. فآخر رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى من تعبد له ومن دعاه ومن تقرب إليه ومن طلب منه سبحانه وتعالى بأن يعتقه من النار، بمعنى أنه لا يدخل النار في يوم القيامة. وهذا لا يحصل إلا لمن اجتهد في العبادة، وهذا لا يحصل إلا لمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات، ولا تكون لمن كان غافلا، لا تكون لمن كان نائما، لا تكون لأي أحد، وإنما تكون للخواص من عباد الله سبحانه وتعالى. وأكرر مرة أخرى: اختر ثلاثة أشياء تريد أن تغير فيها حياتك. هذه الأشياء الثلاث أنت تريد أن تغيرها وتركز عليها حتى رمضان القادم، فبذلك يكون لرمضان فائدة في حياتنا. هذا مني، شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.